وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نديرو تصحيح ديال فرض مادة التاريخ، فرض ثاني للدورة الأولى. السؤال الأول: املأ شجرة العائلة من خلال الوثيقة التاريخية التالية. الوثيقة التاريخية اش كتقول؟ أنا اسمي ياسر العمراني، ولدت بدوار أفلا بتاريخ 23 مارس 2008 ميلادية. أبي هو محمد العمراني وأمي هي فاطمة الحمصاري، كلاهما من مواليد سنة 1980 ميلادية. أجدادي من أبي هما أحمد العمراني ورقية الطاووسي، وأجدادي من أمي هما حمو الحمصاري وتودة السدراسية، كلهم من مواليد 1945 ميلادية. هنايا خصنا نجيو للشجرة. الشجرة كانت عندنا بالشكل مقلوب، إذا هنا الأجداد عندنا ياسر، الأب والأم ديالو هو محمد، هنا إلى لاحظنا الأب ديالو محمد هذا، والأم ديالو فاطمة. اللي الأجداد ديالو من الأب ديالو هما أحمد ورقية، والأجداد ديالو من الأم ديال ياسر هما حمو وتودة. نجيو السؤال الثاني: أذكر الأجيال التي شكلتها شجرة عائلة ياسر. هنا عندنا جيل الأجداد، وجيل الآباء، وجيل الأبناء. هذا جيل، وهذا جيل، كذلك هذا جيل، يعني ثلاث أجيال. الجدول يمثل تاريخ وأحداث ياسر ومدرسته، السنوات والأحداث: بناء المدرسة سنة 2006، ولادة ياسر 2008، أحداث مكتب المدرسة 2011، التحاق ياسر بالتعليم الأولي 2013، الالتحاق بالتعليم الابتدائي 2016، المشاركة في رحلة 2018، الدراسة بالقسم الرابع 2020. هنا هذه هي الأحداث، غنرتبوها على هذا الخط الزمني. هنا هي كل هنا كل وحدة أو كل تقسيمة عندنا كسنة، يعني هنا 2015، نوضحوا هذا اللون مغاير. هنا من 2005 لهذه الشرطة الموالية أو التقسيمة الموالية عندنا سنة، يعني 2006 بناء المدرسة. هنايا نجيو 2007، هنا 2007، الشرطة الموالية 2008، ولادة ياسر، هنا تولد ياسر، يعني غنوضعو ولادة ياسر هنا. هنا 2009، 2010، 2011، إحداث مكتبة. و12، 2013، التحاق ياسر بالتعليم الأولي. ألفين وخمسطاش، الالتحاق بالتعليم الابتدائي، يعني ياسر التحق بالتعليم الابتدائي في هذا الشرطة. هنايا 2017، 2018، المشاركة في رحلة. 2019، 2020، الدراسة بالقسم الرابع. هنا هذا هو الخط الزمني، يعني العنوان الخط الزمني لياسر، هذا هو العنوان. هذا هو تصحيح ديال مادة التاريخ. ولو بغيتو تطالعوا عليه مكتوب كتابة، غادي تزوروا الموقع ديالي اللي غنخليه لكم في
صندوق الوصف، غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. وبالتوفيق للجميع.